hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma come poppin', poppin', swola, 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 swola. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد من قناه دريتوس جيمنج. فيديو النهارده رجاله هيوضح المشاكل اللي حصلت ما بين اليوتيوبرز بسبب اكونت بتاعي بتاع ساكورا, فياريت تشوفوه لحد اخره عشان تفهموا الموضوع من اوله لاخره. انا حاكي الموضوع بالظبط وما كدبتش في ولا كلمه, وربنا شاهد على كلامي ده. انا عايزكم تفتحوا دماغكم معايا شويه الفيديو ده وتتعاملوا مع المشكله مش بعدد الفولورز او المشتركين او السبسكرايبر. يعني مش انا مثلا عندي 37,000 ويوتيوبر تاني عنده رقم اكبر فهو كده الصادق وانا الكذاب. شيلوا من دماغكم الحته دي واسمعوا الكلام اللي هقوله, قولوا مين الصح ومين الغلط. طبعا انا هحكي لكم الموضوع من اوله خالص, وشوفوا الفيديو لاخره عشان تفهموا من بدايه الموضوع لاخره. طبعا واحد جالي قال لي في يوتيوبر اسمه فرماوي عايز يعمل فيديو عن حسابك مقابل انه هيشحن لك في اكونتك. فانا ما منعتش وقلت له تمام وبعت له الحساب. بعت الحساب لفرماوي, لما نزل فيديو كتب انه اشترى الحساب وهيعمل عليه جيف اوي, وناس كتير دخلت كلمتني قالت لي بعت حسابك ليه وحرام وكده. فدخلت كلمت فرماوي قلت له ايه اللي بيحصل, قال لي انا اشتريت حساب ساكورا تاني غير حسابك وعامل عليه جيف اوي. تمام كل الكلام ده قلت له تمام. عملت فيديو تيك توك ارد على الناس عشان ناس كتير بتكلمني بتقول لي انت سرقه من فرماوي, انت مش عارف واخده جيف اوي, انت بعته انت ما بعتوش. فقلت اطلع بفيديو صغير كده مش عارف 40 ثانيه ولا حاجه زي كده على التيك توك افهم الناس فيه. يا جدعان انا هقول لكم القصه اللي حصلت ما بيني وما بين يوتيوبر اسمه فرماوي بالظبط. مبدئيا اكونت الساكورا ده اكونتي من اول ما بدات اللعبه لحد النهارده, ولا بعته ولا كسبته ولا اي حاجه من دي. كل اللي حصل ان يوتيوبر اسمه فرماوي قال انا عايز اعمل فيديو من اكونتك مقابل انه يشحن لي في الاكونت. فانا قلت له تمام وكده. لما نزل هو بقى الفيديو وكتب في العنوان اشتريت اغرب حساب ساكورا, ناس كتير دخلت كلمتني قالت لي انت بعته وحرام وكده وفرماوي عامل عليه جيف اوي. فانا دخلت كلمته وسالته ايه اللي هو بيعمله ده, قال لي انه اشترى اكونت ساكورا تاني غير بتاعي اصلا وهيعمل عليه جيف اوي, يعني مش اكونتي. وغير كل ده انت لو دخلت على قناتي على يوتيوب هتلاقي اول فيديو انا منزله من شهر, وبعدها افتح قناه فرماوي شوف الفرق في التواريخ. يعني الفيديو بتاعي قبل فيديو فرماوي اصلا, فازاي انا كسبته ولا الكلام ده؟ فكر شويه هتفهم. والكلمتين دول مش بوجههم لحد معين ولا لاي حد عشان انا مش بحب المشاكل, بس الكلمتين في نفسي كلها بتجري ورا المشاهدات طبعا. وكلامي في الفيديو ولا غلطت في حد ولا اتكلمت على حد, كل اللي عملته اني وضحت الموضوع قدام الناس, ولا اتكلمت على حد ولا عملت اي حاجه. في كلمه واحده ولا كام كلمه اللي زعلوا فرماوي, قال لك ايه ان انا قلت عليه كلها بتجري ورا المشاهدات. ما انت لو شفت الفيديو كويس انا قال الكلام ده مش موجهه لحد, وقايله بصفه عامه مش موجهه لحد معين تمام, بس هي جت على مقاسك فانت لبستها, دي حاجه بتاعتك انت مش بتاعتي. انا قايل في الفيديو مش موجهه لحد. صاحبنا فرماوي بقى يعمل ايه؟ ما يسكتش, دخل هددني انه يسلب الاكونت, وفتح لايف قال فيه ان اتحايلت عليه عشان ياخد حسابي ويشحن لي, وقلت له ان جلد نصب عليا وكلام ملوش اي 30 لازمه اصلا وما حصلش, والحمد لله معايا فلوس اشحن اللي هيسلبه, حتى لو هيسلبه مرتين ثلاثه انا اعرف اشحنه, فانا مش محتاجك اصلا عشان تشحن لي تمام. انا بقولها قدام الناس اهو, بتحداك يا فرماوي تطلع تحلف على المصحف في اللايف زي ما انت طلعت فضحتني وقلت كلام ملوش لازمه في لايف, تطلع تحلف على المصحف في لايف ان الكلام اللي انا بقوله ده فيه كلمه واحده بس غلط. طلع قال اني كتبت اسمه عشان اطلع اكسبلور. لا الحمد لله الحمد لله انا مش اول فيديو يطلع لي اكسبلور, والفيديو ده اقل مشاهدات عندي في قناه التيك توك اصلا, كل فيديوهاتي اكسبلور. يعني انت لو دخلت على اول فيديو انا منزله اصلا جاب 422,000, يعني انت بتتكلم في ايه؟ الحمد لله الناس حبتني والناس عرفتني, مش بشحن بقى ومش بالكلام ده, لا حبوني عشان بحكي قصص للناس, بقول للناس ما تتنمرش, بقول للناس حاجات كويسه, مش بطلع مثلا اقول شحنت 30,000 جواره شحنت 500,000, لا ما بطلعش انا اتكلم الكلام ده. فانا اصلا مش محتاج اسمك عشان اطلع اكسبلور ولا مش عارف اطلع مش عارف ايه اللي انت بتقوله ده. بعد كل اللي حصل ده قلت له انا سايبها على ربنا وهو هيجيب لي حقي على الفضيحه الكدابه اللي انت عملتها لي, وفعلا الحمد لله ربنا جاب لي حقي. ازاي؟ ان يوتيوبر تاني اسمه درعوي طلع واتكلم عن الموضوع وفضحه زي ما فضحني بالظبط, نفس اللي عمله فيا درعوي عمله فيه. وفي حاجه عايز اوضحها, انا ما قلتش في الفيديو ان فرماوي سرق حسابي تمام, انا ما قلتش كده خالص ولا في مره قلت كده.
في ناس كده بس بتطلع على المشاهدات وعايز تعمل مشاهدات. لو بتسمع كويس مش تطلع في فيديو تقول صاحب الحساب بيقول انه سرقه وهو كذاب وصاحب مش عارف ايه. بلاش الشغل ده تمام، وانت اصلا مالكش دخل بالموضوع فعشان انت تطلع تتكلم عليه. وعارفين كل ده بيحصل ليه؟ عشان الناس بتاخد بعدد الفولورز بس، وانا عشان اقل واحد فيهم في الفولورز فالناس مش هتصدقني، بس انا عملت اللي عليا قدام ربنا ومفوض امري ليه، وعارف انه هيجيب لي حقي زي ما جاب لي حقي في رماوي وقال واتفضح نفسي فضحتي، مع ان فضحت انا اصلا على كذب، انا ما اعرفش فضحته على كذب ولا على صدق، عشان انا مش عايز اظلم حد زي ما هو ظلمني. تمام، ويا رب ما تكونوا صدعتكم في الفيديو ده، وما تنسوش تيجوا على الانستجرام. دي كانت نهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.